بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعطيكم العافية. يعني في هذه الظروف الصعبة بدي أتوجه بالتحية لأبناء شعبنا الفلسطيني، لأهلي في غزة العزة الكرامة، كل التحية لدماء شهدائنا الأبطال والشفاء العاجل لجرحانا. بصراحة يعني أنا حبيت يمكن شغلة كثير رائعة وحسيتها مؤثرة من موضوع العدوان على غزة، طبعا قام فيها الصحفي الفلسطيني من غزة الأخ أيمن العلول وهو صديق لي وأنا بعرف ومعرفة شخصية. حبيت صدقون من خلال هاي التجربة يعني اللي عجبتني اللي قام فيها الصحفي أيمن، إنه فعلا هذه بتحاكي النمط والواقع اللي بعيشه أهلنا في غزة، لانقطاع للماء، ما فيش ماء. وحسيت إنه أنا لازم إنه فعلا إنه أشارك أخي أيمن العلول من غزة وأشارك أهلي في غزة هذه المعاناة من خلال دلو ركام لأعيش هاي اللحظة اللي أنا عشتها يعني في السنوات السابقة، بإني حضرت حرب 2008 وحرب 2012. الحرب هاي كانت صعبة كتير، دمار هائل، معاناة كبيرة عاشوها أهلنا في غزة وما زالوا بيعيشوها حتى هاي اللحظة. ما بدي أطول ياسر، يلا دوس. الله يرحمنا ويحفظك. يعني هذا هو الواقع للأسف اللي بيحصل في غزة بشكل يومي. أهلنا وأحبتنا فقدنا أصدقاء وأهل غاليين علينا رحمة الله عليهم جميعا. الموضوع يمكن الأهم اللي بدي أحكي فيه إنه من خلال هذا الشيء، هذا اللي بتعرض له أهلنا في غزة، يجب علينا جميعا كل العرب وكل العالم إنه نقف بجانب أهلنا إلى في غزة وندعمهم بكل ما نستطيع لإعادة إعمار غزة. على الأقل هذا اللي إحنا نقدر إنه إحنا نعمله. أنا سأتبرع عن طريق الأنروا، حامل اللي أنا مستطيع إنه أنا أعمله الرحمة لشهدائنا الأبرار. بشكر كل من دعم أهلنا في غزة في ظل هذا العدوان. أتمنى إنه إحنا ندعم أهلنا بغزة بكل ما أوتينا من مقومات إحنا بنستطيع نعملها. يمكن محمد على شخصيا إشي متعب صراحة، رحمة الله على الشهداء. بتمنى إنه كلنا ندعم أهلنا في غزة بكل الصور وكل الطرق. وهذه رسالة مني أنا محمد عساف ابن غزة لكل العالم اللي يشاهدوا هذا الواقع اللي بيعيشوا أهلنا في غزة. وأتمنى إنه أكون يعني أنا ما قبل التحدي، ولكن ولا بدي أتحدى حدا إنه يعمل هذا الشيء، ولكن أنا بتحدث عن نفسي. كل التحية لأهلنا الصامدين في غزة، تحية للمقاومة الفلسطينية، وإن شاء الله النصر حليف شعبنا الفلسطيني وغزة.